سيد المهندس شكر للعمادة لأن مقتنعوا باش يعملوا ان ايفينمون في السونتر دو ريشيرش الرئيسي في تكنوبول لأن احنا كان الهدف بتاعنا هو ريفالوريزيس تكنوبول راهو تكنوبول سي لو فيتور دو سفاكس بارمي معناتها نقولوا احنا لي ستركتور اللي اون دوا لابوي اشكاليتنا في سفاكس مش الناس كل تعرفها ما عندناش مع بعضنا هدف نحبوا نوصلوا له اوني سيباري انا كعضو بوليتيكا نشوف العجب اكثر من هكا كي نحكي على جوست نحكي على الميناء كي نحكي على البورت وتوسيعته يجيني وحيد في الاعضاء قال لي يحبوا انا مشيرة تبرر ما نحبوش مشيرة الملاحات باي عقليه دونك ثم اشكاليه كبيره الاشكاليه الكبيره اللي عندنا هي لا كومونيكاسيون احنا برمي لي بوان اللي حبيناه روح بينا ناخذ معطيات صحيحه بالضبط على مشروع مترو باش نجموا ناخذ نقطه بدايه باش نجموا ندرسوا ونضغطوا مع بعضنا الميثودولوجي دو لوبيينغ تتقال صحيح في حلقه ضيقه تتقال لو لوبي شكون رئيس فاقس عندها ستركتور دو فير اون بويسونس المال موجود الفاقس اللي تري ريش اخبار اللي تري ريش اول حاجه اولادها بسم الله ما شاء الله كان نجاح البكالوريا ولا المهندسين ولا الاطارات من جميع راهو بسم الله ما شاء الله اثنين حتى كومبيتون البرودكتيفيتي والمشاركه نتاعها في البي اي بي مشاركه كبيره جدا 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 ما نعرفش الارقام فما ارقام واضحه شنو نقول لك حاجه بركنا قصتنا في سفاقس ولا غالب لا كومينيكاسيون معلومه يعني انه نتشاركوا مع بعضنا باش نجموا نوصلوا ان ميساج ونضغطوا زاده نضغطوا على اصحاب القرار الله غالب لا سونتراليزاسيون في تونس ونعاود نقولها الله غالب في اي ايتيود تعملت على سفاقس اي ايتيود نقطة التالية تتحقق اون ني با بيان ايمي سيوريتي لكن احنا عم نخدموا ولكن نجموا تو مع بعضنا نجموا اون بو ديفوندر اللي نحبوا احنا انا حبيت نشكر بالحق جميع المساهمين جميع المشاركين جميع الزوار زاد اللي جاوا لانه تقييميا ان شاء الله مش نقيموه الصالون هذايا خدينا دي تام كي اون بو ريغروبي لي شيرشور les industriels ou les ingénieurs ou حتى الطلب اللي ناويين يخرجوا عندهم افكار ان شاء الله الاوردر تكون محضنه للافكار اللي يحب يعمل ان بروجي كمهندس ولا غيره احنا بوركوا با مش نحاولوا نراو الاليه باش احنا ندعموه ونتبعوه ونتبعوه بالباهي ونحاول ننجحوه نساهموا في نجاحه كيلك سوا احنا بشر نحبوا رواحنا لكن حتى نحبوا غيرنا راكم متاكد انك اذا انت تعطي الغير ثم شكون يعني من غير ما تعرفوا يعطيك اكثر من اللي تعطيك دونك لوس ان نحبوا بعضنا ونحترموا بعضنا ونعينوا بعضنا قدر الله كلنا مع بعضنا ننجحوا مانيش نستزيد اكثر من كلمه انه عندنا قوه كبيره ايماننا بالله عز وجل ثم ايماننا باللي نعملوا فيه وثم ثلاثه حروف كما نقولها لا مانا ثم ثلاثه حروف في اللغه العربيه تعجبني برشا هي العين واللام والميم علم اعتبر معناتها قوي تعرف عندك معلوماتك على دينك باش حتى حد يهزك علم سيونتيفيك تعرف علم بعد العلم هذايا ما يجي بعد كان العمل والعمل يزن نعاود نزرع العمل من اجل شنو من اجل العلم اللي هي لاباتري تونس صفاقس وتونس تحتاجنا باش تكونوا علميين سيونتيفيك كل شيء سيونتيفيك في نفس الوقت بالعمل لانه هذاك اللي يقعد وخاصه انا نحضروا للاجيال القادمه نشكركم على سامحوني على المداخله نشكركم على الجميع اللي شاركوا وبارك الله فيكم وان شاء الله كل عام وانتم بخير لكن ثم كونتينيتي ان شاء الله